اهلا بيكم. استكمالا لسلسله محاضراتنا اللي بنتكلم فيها عن الهيدن دينيك اناتومي، موضوعنا النهارده هيكون عن ديسكريبتيف اناتومي اوف نوز اند بارانيزال ساينسز. لكن كالعاده وقبل ما نبدا، لو حضرتك لسه جديد معانا في القناه، مستني ايه؟ حالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا. وبالنسبه لاصدقائنا، ما تبخلوش علينا بدعمكم وطاقتكم الإيجابية عن طريق اللايكات والشير. ودلوقتي يلا بينا. Nose and paranasal sinuses، وزي ما تعودنا فنجان القهوة الجميل بتاعك، ورقة وقلم علشان تلون الملاحظات وانت بتتفرج علينا. طيب، لو جينا نبص كده على lateral wall of the nose، زي ما حضرتك شايف كده، ده الجزء اللي متحدد بالاحمر كده، lateral wall of the nose. الجزء ده كده بيسموه cartilaginous part او الاتريوم. اسف، نعلم كده. تمام، هذا الجزء الفيستيبيولر، وهذا الاتريوم بارت، وهذا البوني بارت. رائع جدا. طيب، ودي كده التوربينيت او الكونكي اوف ذا نوز، سوبيريور كونكي وميدل كونكي وانفيريور كونكي، وتحت كل كونكي من دول بيكون في ميتس او فراغ، وده اكشوالي اللي بيعمل درينج للبارانيزال ساينسز زي ما هنشوف مع بعض. طيب، اللاترال وول اوف ذا نوز زي ما انت شايف، هو ده الانفيريور توربينيت مثلا، وهذا الميدل توربينيت، وهذا النيزل سيبتم. اللاترال وول اوف ذا نوز ده كده بيفصل النوز عن خمس حاجات. ايه هما؟ الاوربت، والماكسيلاري اير ساينس، وكمان الاثمويدال اير سيلز، واللاكريمال اباريتس، سواء كان اللاكريمال ساك او النيزو لاكريمال دكت. يبقى اللاترال وول بيفصل النوز عن الاوربت والاثمويدال اير ساينسز والماكسيلاري ساينس ولاكريمال ساك اند نيزو لاكريمال دكت. هذا اهو، زي ما قلنا لحضراتكم، اللاترال وول ده بينقسم لثلاث حاجات: vestibular part، اتريوم، والاتريوم ده في منه جزء cartilaginous اللي هو ده، كون من superior cartilage وinferior واتنين cartilage كده ورا behind، والبوني part اللي هو الازرق ده، وده جزء من البوني part of the lateral wall of the nose. طب امال lateral wall of the nose بيتكون من كام عظمة؟ من سبع عظمات، 7 bones. يفكروك بال 7 bones of the orbit. اول عظمه اللي هي بالبامبي دي كانت النيزل بون، وتاني عظمه اللي هي بالازرق دي كانت الفرنتال بروسيس اوف ماكسيلاري بون، يبقى نيزل بون ماكسيلاري بون، وتالت عظمه اللي هي بالاورنج دي كانت اللاكريمال بون، ورابع عظمه اللي هي بالاخضر دي اثمويدال بون، بيسموها اثمويدال لابرنسين، بتعمل لي السوبيريور كونكي والميدل كونكي. تمام كده؟ وخامس عظمة اللي هي بالأحمر دي اسمها، دي كده اسمها inferior conchi. وسادس عظمة اللي بالأصفر دي اسمها palatine bone، وسابع عظمة دي اسمها trigoid plates of sphenoid bone. يبقى nasal bone، frontal process of maxilla، lacrimal bone، smoidal bone، inferior nasal conchi، perpendicular plate of palatine بون، وميديال تريجويد بليت. اكسلنت، ده اهو زي ما انت شايف الجزء اللي بالازرق ده، ده السبتال كارتليج اللي هو جزء من الاتريوم كارتليج. تمام، وعندي ده اهو النيزل بون، واكشوالي بقى العظمه اللي على بعضها دي كده اللي انا هلونها لك دي كده دلوقتي، اللي هي الخضرة دي مع الحمرة ده اللي هي كده، دي كده اسمها نيزل سيبتم، او ان صح التعبير البوني نيزل سيبتم.
والنيزل سيبتم بيتكون من تو بونز، عظمتين، اسمويدال فوق اهي، اسمويدال بون، وتحت كده حاجة اسمها فومر. يبقى النيزل سيبتم البوني نيزل سيبتم من كام بون؟ من اتنين، اسمويد والفومر. رائع جدا، رائع جدا. طيب ايه ده؟ هو زي ما انت شايف برضو في المقطع الساجيتال اللي قدامك، ادى السفينويدال اير سيلز اللي موجود في البادي اوف سفينويد، وفوقيه على طول موجود البيتويتري فوسا اللي موجوده فيها البيتويتري جلاند، واللي بيحدها من ورا بوستيريور كلينويد بروسيس، ومن قدام الانتيريور كلينويد بروسيس، والجزء ده كده على بعضيه الكلينويد بروسيسز مع البيتويتري فوسا بيسموها سيلا تيرسيكا. واكشوال الكلينويد بروسيس وذر كانت انتيريور او بوستيريور بتدي اتاتشمنت لحاجه اسمها تنتوريام سيريبيلاي، هنتكلم عنها في محاضره منفصله بنتكلم فيها عن الديورال فولدس اند الديورال فينوس ساينسز. رائع جدا، هذا منظر كمان اهو بيوضح فيه الكونكي، هذا السوبيريور كونكي وهذا الميدل كونكي، وقلنا ان الاثنين اساسا من الاسمويدال بون، والانفيريور كونكي دي عظمه لوحديها، وتحت كل كونكي في ميتس، في فتحات بتعمل درينج لحاجه معينه. وهذا اهو بقى السيفن بونز هم متلونين جاهزين اهم، اهو نيزل، ها ماكسيلاري بون اللي هي الفرنتال بروسيس اوف الماكسيلا، ها الخضرة دي اسمها ايه؟ اسمويدال بون، سواء كانت السوبيريور او الميدل كونكي، دي كده على بعضها الاثمويد بون، واللي بالرصاص دي لاكريمال بون، وقلنا بانه دي الانفيريور كونكي، وقلنا اللي باللبن دي بالاتاين بون، ودي ميديال تيروغويد بليت. تمام كده؟ يبقى ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، أو آسف خمسة اللي هي inferior conchi، ستة البلاتين، وسبعة الترويد بليت اللي هي بتاعت الاسفينويد. هذا اهي تربينيت، وتحت كل تربينيت في ميتس، الفتحة اهي ميتس. رائع جدا، وهذا الفرنتال ساينس اللي نيزو فرانتال داكت نازله هتفضي في الميدل ميتس، هنعرف دلوقتي. تمام، ده اهي الميدل ميتس بدا يشيل لك الكونكي عشان يبين لك اللي ميتس. السوبيريور ميتس على سبيل المثال بيستقبل الدرينج بتاع البوستيريور اسمويدال اير سيلز، والميدل ميتس في حاجه اسمها بولا اثموداليز، دي كده عبارة عن أوضة فيها كذا فتحة، فتحة للهيئة السيميليولارز اللي هي فتحة الماكسيلاري ساينس، وبيستقبل كمان الفتحة بتاعة النيزوفرانتال داكت والانتيريور اند الميدل اسمويدال اير سيلز، هنتكلم بالتفصيل عن الليلة دي في البارانيزال ساينسز. والانفيريور ميتس اللي بيستقبل الدرينج بتاع النيزو لاكريمال داكت. وات اباوت البلاد سبلاي تو ذا نوز؟ Actually the nose rich in blood supply. Rich in blood supply. يعني بتاخد blood supply من الophthalmic artery عن طريق البرانشز اللي هي infratrochlear وanterior ethmoidal. وactually الophthalmic artery branch من الinternal carotid artery. بتاخد برانشز من الفيشال artery عن طريق السوبيريور ليبيال artery، بيدي برانشين alar وسبتال برانشز. وده برانش الفيشال ارتري من الاكسترنال كاروتيد. بتاخد كمان برانشز من الماكسيلاري ارتري اللي هو برانش من الاكسترنال كاروتيد ارتري. عشان كده النوز سهل يحصل فيها بليدنج اللي بنسميه الابستاكسز. والابستاكسز ده وارد انه يكون انتيريور ابستاكسز، يعني ينزل من الانتيريور ناريز اوبننج، ويكون المسؤول عن البليدنج الانتيريور ابستاكسس حاجه اسمها الكسل باخ بلكسز اللي هي هنا دي،
التقاء بقى كذا ارتري مع بعض يعمل لك انتيريور لحاجه اسمها كسل باخ بلكسسز. طب لو البوستيريور ابيستاكسس وده اخطر لانه بينزل في النيزو فارينكس وممكن يعمل اوبستراكشن للاير واي اسمها وودراف بلكسسز. وودراف بلكسسز تمام كده. طب وات اباوت الانرفيشن اوف ذا نوز؟ اكشوالي النوز رايح لها سبيسيفيك انرفيشن بتاع الشم سميل جاي لها من الكرينيال نيرف رقم واحد والفاكتوري نيرف، ورايح لها جنرال سنسيشن جاي لها من الاوفسالميك نيرف عن طريق الانتيريور اسمويدال نيرف، رايح لها من الماكسيلاري نيرف عن طريق اللاترال نزالز برانش اللي هو برانش من الانفرا اوربيتال بوكيه بي ان ال، فاكرين بالبيبرال ونيزل وليبيال. ده كمان واخده موتور، موتور هي النوز فيها ماسلز طبعا، فاكرين لما اتكلمنا في محاضره النيزل فراكتشر عن الماسلز اوف ذا نوز وقلنا ان فيها ها اليفيتور زي البروسيرس والليفيتور اللي باي سوبريوريز قالك نزاي، طالما في اليفيتورز في ديبريسور، ديبريسور سبتاي نزاي والر نزالز، في كومبريسور ترانزفيرس نزالز، في دايليتورز انتيريور وبوستيريور دايليتور نارز. الموتور دي واخده سبلاي من الفيشيال نيرف كرينيال نيرف رقم 7، يبقى النوز رايح لها انرفيشن من كرينيال نيرف رقم 7، كرينيال نيرف رقم 5، كرينيال نيرف رقم 1 تمام. طيب ادي اهو زي ما انت شايف قدامك كده انرفيشن للنوز، ادي ده الاولفاكتوري نيرف العظمه دي اللي هي الكريبري فورم بليت اوف الاسمويدال بون، تنزل الاولفاكتوري فيلمنتس من الاولفاكتوري بالب ده عشان تغذي النوز وتديله السبيسيفيك انرفيشن بتاع السميل. عشان كده لما شرحنا في سلسله محاضراتنا عن التروما لو حصل فراكتشر في النوز او في النيزو اوربيتال اسمويدال او ايفن اف الفرنتال بون، في الفرنتال بون وحصل فراكتشر في الفلور بتاع الفرنتال اير ساينس وارد ان يحصل الترنيشن في السميل اللي هي هايبوسوميا او انوزميا تمام. طيب وات اباوت البارانيزال ساينسز؟ انا عندي ماكسيلاري اير ساينس اتنين اهم يمين وشمال، عندي اثمويدال اير سيلز لان في منهم انتيريور وميدل وبوستيريور برضو يمين وشمال موجوده على جانبي الميديال وول اوف الاوربت، عند الفرنتال ساينس وارد انه يكون اتنين زي ما انت شايف كده ووارد انه يمتد ويبقى واحد، فاكرين لما قلنا الويتس بتاعه تقريبا 26 مللي والهايت بتاعه 32 مللي ده كل واحد، تخيل بقى الاتنين لو انضموا على بعض فتحوا في بعض، وعند الاسفينويد الاير سيلز اللي موجود في البادي اوف اسفينويد تمام كده؟ تمام كده. وطبعا مش محتاجين نقول بان الفانكشن بتاعه البارانيزال ساينسز تخف من وزن السكال وتعمل هيوميديفيكيشن للاير الانسبايرد اير اللي داخل وتديني الغنه اللي هي ان الغنه اللي في الصوت دي تمام الريزونانس اوف ذا فويس. هذا هو منظر بنحاول نتخيل فيه الساينسز از الماكسيلاري اير ساينس، والفتحه بتاعته بتاعت الدرينج اللي في الميدل ميتس اسمها هياتس سيميليوناريز هنشوف دلوقتي، وهذا الاثمويدال اير سيلز انتيريور وميدل وبوستيريور، وهذا هنا هو كده موجود في البادي وفي السفينويد ده الكافيرنا الساينس لو نتذكر مع بعض اللي اتكلمنا عنه في محاضرتنا اللي اتكلمنا فيها عن الاودونتوجينيك كومبلكس انفكشن، وهنتكلم برضو عنه في محاضره لوحدي اللي هو ديورال فينس ساينسز وهذا الفرنتال ساينس. طيب تعال بقى انا عندي اللاترال وول اوف ذا نوز فيها ما يسمى بالكونكي سوبيريور او ميدل او انفيريور كونكي، وتحت كل كونكي في ميتس كان الامر اشبه بالجبال وما بينها الاخاديد، عارفين الاخدود اللي هو الحاجة الدبريشن اللي ما بين جبلين تمام كده. تحت كل كونكي في ميتس، كل ميتس بيعمل درينج الحاجة،
فمثلا السوبيريور ميتس بيعمل درينج للبوستيريور اسمويدال اير سيلز، والانفيريور ميتس بيعمل درينج للنيزو لاكريمال داكت، والميدل ميتس بيستقبل الدرينج اوف الماكسيلاري ساينس، وليه فتحه مخصصه ليه اسمها هيتس سيميليوناريز، وبيستقبل درينج من الفرنتال ساينس عن طريق النيزو فرنتال داكت، وبيستقبل درينج بتاع الانتيريور والميدل اثمويدال اير سيلز. كده فاضل مين؟ سفينويدال اير سيل. السفينويدال ساينس لدرينج بتاعه سوبيريور للسوبيريور كونكي، يعني فوق السوبيريور كونكي، في حاجة اسمها سفينو اسمويدال ريسيس. يبقى إذن السفينو اسمويدال ريسيس مكانه سوبيريور للسوبيريور ميتس، وبيعمل درينج للسفينويدال اير سيلز أو السفينويدال ساينس. السوبيريور ميتس تحت تحت السوبيريور ميتس، وبيعمل درينج للبوستيريور اسمويدال اير سيلز. الميدل ميتس تحت الميدل كونكي، تمام كده، وبيعمل درينج للانتيريور والميدل اسمويدال اير ساينس والماكسيلاري اير ساينس والفرانتال ساينس. وانفيريور للانفيريور ميتس بيعمل درينج للنيزو لاكريمال ضغط. اهو المنظر اللي انت شايفه ده، اهي الفتحه دي اسمها سفينو اسمويدال ريسيس، بتعمل درينج لمين؟ شايف على طول اهو سفينويدال ساينس. والفتحه دي اهي دي كده المربع دي او المستطيل دي بتعمل درينج لمين؟ بوستيريور اسمويدال ساينسز. طب وهنا كده شايف في فتحه هنا اهي، وهنا اهي، وهنا اهي، دي كده على بعضها اسمها بولا موداليز. بتستقبل درينج من الماكسيلاري ساينس اللي هي الهيئه السيميليونارز. بتستقبل درينج من النيزو فرانتال داكت فرانتال ساينس والانتيريور اند الميدل اسمويدال سيلز، وتحت الانفيريور كونكي دي الفتحه بتاعه النيزو لاكريمال داكت. تمام كده يا دكاتره؟ الماكسيلاري اير ساينس لاهميته بالنسبه لنا هنتكلم عنه شويه كده، ويمكن سبق واتكلمنا عن الماكسيلاري ساينس الاناتومي بتاعه بالتفصيل في المحاضرتين اللي اتكلمنا فيهم عن الماكسيلاري ساينس، وهي فرصه علشان تروح تتفرج على التو بارتس بتاعوت الماكسيلاري ساينس وتقول لنا رايك في المحاضره في التعليقات، ولو عجبتك ما تبخلش علينا باللايكات والشير. الماكسيلاري ساينس لو حبينا ان احنا نتكلم عنه بنقول بانه السايز بتاعه تقريبا 30 في 30 في 25، وزي ما انت شايف اهو عامل زي الهرم. البيز بتاعته هي اللاترال وول اوف ذا نوز، والايبكس بتاعته عند الزيجوما، والروف بتاعه هو في نفس الوقت الفلور اوف ذا اوربت، والفلور بتاعته هي الالفيولاس، والانتيريور وول والبوستيريور وول بتاعوت الايه الماكسيلا. تمام، وهذا كورونال فيو لي سي تي بتوضح لك. شايف الماكسيلاري ساينس اهو، شايف بيفتح، بص او الفتحه بتاعته دي اسمها هيتس سيميليوناريس، فين اهو؟ في الميدل ميتس. تمام كده يا دكاتره، هذا مناظر تانية سواء كورونال او ساجيتال، واتكلمنا بالتفصيل عن النوز والبارانيزال ساينسز تبان ازاي في السي تي في سلسلة المحاضرات او المحاضرتين اللي اتكلمنا فيهم عن الايمجنج اناتومي في هيد اند نيك، اولى محاضراتنا على القناة، فرصة علشان تروح تتفرج عليها برضو.
وهذا هو عندي حاجة اسمها maxillary sinus septa. maxillary sinus septa وارد انك تلاقي شوكة عظمية كده في قلب الساينس. شوف لما تيجي تعمل حتى بريبك الاكس راي لو انت مش عارف ان دي سبتة وفي الماكسيلاري اير ساينس هتقول ايه ده. تمام تمام. كمان في عندي حاجة اسمها الشندريان ممبرين او الماكسيلاري ساينس ممبرين، وده سمكه بيتراوح من 0.5 ميلي ل 3 ميلي. وكان ليه اهميته لما بنيجي نعمل بالظبط ساينس اوجمنتيشن او ساينس ليفت. الانرفيشن بتاع الماكسيلاري ساينس واخد من بوستيريور وميدل وانتيريور سوبيريور الفيولار نيرفز اللي هما برانشات من مين؟ من الماكسيلاري نيرف. تمام. وكمان الانفرا اوربيتال نيرفز بيديله. يمكن نفس الصوره دي حطيناها لما شرحنا الماكسيلاري نيرف، فاكر اهو ترايجيمنال جانجليون ماكسيلاري نيرف بيعدي من فوريمن روتاندم، بعد كده في التيريو بالاتاين فوسا، هذا الاسفينو بالاتاين جانجليون، هذا البوستيريور سوبيريور الفيولر، يدخل الاوربت عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر، هذا الميدل وهذا الانتيريور، كل دول كده بيغذوا الساينس، وهذا الانفرا اوربيتال بوكي اللي طالعه من الانفرا اوربيتال فوريمن بي ان ال بالبيبرال نيزل وليبيال. بلاد سبلاي وفي الماكسيلاري ساينس مينلي رايح له من الماكسيلاري ارتري ببرانشاته بقى انفرا اوربيتال بوستيريور انتيريور سوبيريور الفيولار ارتريز، وبياخد كولاترال سبلاي من الفيشيال والبلاتاين ارتريز. ويمكن البلاتاين دي في منها تبع الماكسيلاري جريتر و ليسر بلاتاين ارتري، وفي منها تبع الفيشيال اللي هو اسندنج بلاتاين ارتري. والفينس ادرينج عن طريق التريجايد بلكسس اوف فينز وسفينو بلاتاين فينز، ويمكن اتكلمنا بالتفصيل عن التريجايد بلكسس اوف فينز في المحاضره اللي اتكلمنا فيها عن التمبرال اند الانفرا تمبرال فوساي. والليمفاتيك ادرينج عن طريق السبمانديبولار ليمف نودز. هذا كلها صور بتوضح لك الماكسيلاري ساينس. وهذا فاكرين المنظر ده في الاكس راي سبمنتو فيرتكس فيو. ارجوك روح اتفرج على المحاضرتين بتوع الايمجنج اناتومي وفيل اند نيك سبمنتو فيرتكس فيو، كنا بنقول بنعملها عشان تشوف بيها الساينس. شايف الماكسيلاري ساينس واضح ازاي باين لك زي الشمس، والفرانتال اير سيلز كمان اهو اهو اهو، ومعاه الاسمويدال كمان. سبمنتو فيرتكس فيو حاجه رخيصه بالنسبه للعيان وتوضح لك الساينس بمنتهى السهوله. السي تي ده كورونال فيو اللاترال او السيفالومتريك بتبين لك برضو الماكسيلاري ساينس. طبعا معروف انه لو خلعنا السنان واسبيشالي البوستيريور تيس، لان اكتر سنان لها علاقه بالماكسيلاري ساينس كان الابر فيرست مولر اللي هو رقم 6، يليه رقم 7 اللي هو السكند مولر، وبعد كده السكند بريمولر، ثم الويزدم، ثم الفيرست بريمولر. فلما اللي بيحصل ان احنا لو خلعنا سنه من دول مع مرور الوقت بيحصل ما يسمى بالساينس نيوماتيزيشن، ويبتدي الالفيولس بتاعي يقل، وده بيفرق معايا لما بتيجي تعمل امبلانت. عشان كده كنا بنلجا في بعض الاحيان ان احنا نعمل ساينس اوجمنتيشن او ساينس ليفت. رائع جدا. لو حبينا بقى نتكلم كده بريفلي عن بقيه البارانيزال ساينسز من فرانتال واثمويدال واسفينويدال، فالفرانتال ساينس بياخد الانرفيشن بتاعه من السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكليار نيرفز اللي هما كان برانشز من الاوفسالميك نيرف، وطبعا البلاد سبلاي عن طريق السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكليال ارتريز اللي هما برانشز من الاوفسالميك ارتري. والفينز طبعا هتكون نفس الكلام، الفينس درينج سوبرا اوربيتال وسوبرا تروكليار.
لو حابين نتكلم عن الاسمويدال اير ساينسز، زي ما قلنا في عندي انتيريور وميدل وبوستيريور اسمويدال اير ساينسز، وكنا بنقول بانه الانرفيشن بتاع الاسمويدال اير سيلز جاي من، انا عندي نيرفين اصلا اسمهم انتيريور وبوستيريور اسمويدال نيرفز، دي برانشات من مين؟ اكسلنت، من الاوفسالميك. تمام. كمان بياخد برانشات من التيريو بالاتين جانجليون والجريتر بالاتين نيرف، وبالتحديد الانتيريور اسمويدال اير سيلز بتاخد من الاوفسالميك ديفيجن اللي هي انتيريور وبوستيريور اسمويدال، والبوستيريور اسمويدال اير سيلز في منها البوسترو لاترال، يعني بوسترو ورا ولاترال، وسوبيريو نيزل كانت بتاخد من التيريو بالاتين جانجليون، والبوسترو لاترال والانفيريور نيزل من الجريتر بالاتين نيرف. ولو حبينا نتكلم عن الارتيريال بلاد سبلاي من الاوفسالميك ارتري والليسفينو بالاتين ارتري اللي هو برانش من الماكسيلاري ارتري. لو اتكلمنا عن الليسفينويد ساينس فالانرفيشن بتاعه جاي من الاوفسالميك ديفيجن عن طريق البوستيريور اسمويدال نيرف، وكمان جاي من التيريو بالاتين جانجليون عن طريق الاوربيتال برانش. وبالنسبه للارتيريال بلاد سبلاي فجاي من الاوفسالميك ارتري اللي هو برانش من الانترنال كاروتيد، ومن السفينو بالاتين ارتري اللي هو برانش من الماكسيلاري ارتري اللي هو اصلا برانش من الاكسترنال كاروتيد. وبكده نكون وصلنا مع بعض لنهايه محاضرتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن النوز اند البارانيزال ساينسز. لو عجبتكم المحاضره ما تبخلوش علينا بدعمكم وطاقتكم الايجابيه عن طريق اللايكات والشير، ولو انت لسه جديد معانا في القناه فحالا تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد مننا، وارجوكم خدوا لفه في محاضراتنا اللي فاتت وقولوا لنا ارائكم في التعليقات. تشرفت بوجودي مع حضراتكم ونلتقي في محاضرات تانية جديدة، ودلوقتي مع السلامة.